اجتمعت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مع عدد كبير من شركاء التنمية من المنظمات الأممية وممثلي البنوك التنموية بحضور الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا لبحث سبل تعزيز التعاون في دعم تنفيذ أولويات مصر في تطوير قطاع البيئة ودفع مسار التحول الأخضر، وأيضا دعم الرياضة المصرية في مواجهة التحديات البيئية الإقليمية والعالمية. وأكدت وزيرة البيئة أن دور مصر رائد في العمل البيئي الإقليمي والدولي نتاج سنوات من العمل المتواصل في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر حول الموضوعات البيئية الملحة. أضافت الوزيرة أن القيادة السياسية وضعت ملف البيئة على أولويات الأجندة الوطنية، مما أهل مصر لدور أكبر في التعاون البيئي متعدد الأطراف، مشيرة إلى أن مصر خلال رحلتها نحو التحول الأخضر تعمل على ربط التحديات البيئية الوطنية بالتحديات العالمية.